فيديو جديد عن موضوع قانون الجذب، وهو من اكتر المواضيع اللي بحب اتكلم فيها مع فيها اتكلم عليها في القناه. والنهارده هتكلم عن موضوع اتسالت فيه كتير جدا قبل كده في فيديوز كتير عملتها سهلها لكم هنا عن قانون الجذب والتخاطر، بس كنت بتكلم عن ازاي تجذب شريك حياتك، او ازاي تبعت طاقه حب وزواج لشخص انت بتحبه. فالنهارده هنتكلم عن قانون الطاقه، وهنتكلم عن ازاي تجذب الثراء او الغنى او النقود او الفلوس لحياتك. سهله جدا جدا باستخدام عقلك الباطن، وانت قاعد في بيتك كده ممكن ان انت تحقق كل احلامك، تشتري العربيه اللي نفسك فيها، تشتري البيت اللي نفسك فيه، تحقق كل حاجه انت نفسك فيها باستخدام قوى العقل الباطن وقانون الجذب. قانون الجذب ده يا جماعه عامل زي السحر، علشان كده مهم قوي قوي ان احنا نستغله ونحاول نفهم فيه اكثر واكثر واكثر. طيب قبل ما ابتدي في الفيديو، بليز تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وكمان تشتركوا في قناه هي وهو وقناه الكلام المفيد تحت. طيب ازاي اجذب الثراء؟ ازاي اكون شخص غني؟ اول حاجه لازم لما تكون عايز تشتري حاجه في حياتك، يعني نفسك تشتري فيلا، نفسك تشتري شقه جديده كبيره، نفسك تشتري عربيه، ما تقولش عمري ما هقدر اشتريها، استحاله. كلمه استحاله في كلمات يا جماعه بتبعد الموضوع عنك، يعني ما تقولش استحاله هعرف، نو واي، لا يمكن، ده انا ما معيش في جيبي غير مثلا 400 جنيه، ازاي اشتري عربيه؟ ما تقعدش تحط لنفسك عقبات، لان العقبات دي فعلا بتبعدك وبتبعد عن الحاجات اللي انت نفسك فيها. يبقى انت لازم تكون مقتنع ان انت هتقدر، ان شاء الله لو ما معكش تجيبك غير 2 جنيه 2 درهم 2 ريال، خليك مقتنع وعندك ايمان ان انت هتحصل لك معجزه، ربنا سبحانه وتعالى هيسبب الاسباب ويخليك تشتري العربيه دي او تشتري الفيلا دي. يمكن تكسب يا نصيب، يمكن تشتغل شغلانه جديده تاخد فيها 20 ضعف مرتبك، ما تعرفش ايه اللي في المستقبل. يبقى انت رقم واحد لازم يكون عندك يقين او عندك ايمان او عندك استعداد نفسي ان انت عارف ومتاكد ان انت هتوصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها، وهتوصل لها بطريقه مظبوطه. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت تفكر في الحاجه كتير جدا جدا، يعني تتخيلها، تعيشها كانها واقع، تغير اسلوب تفكيرك، يعني ما تقعدش تقول استحاله، بالعكس تخيل ان انت عندك العربيه، تخيل ان انت بتسوقها، ممكن تطبع صور العربيه اللي انت عايز تشتريها وتحطها قدامك، نزل الصوره بتاعتها على الموبايل بتاعك، حطها الباك جراوند بتاعتك، وكل شويه تتخيلها وتحس احساس الرضا واحساس الانبساط واحساس اللي انت مبسوط قوي قوي ان انت اشتريت العربيه اللي نفسك فيها او الفيلا اللي نفسك فيها او الشقه اللي نفسك فيها، حتى لو انت عديم الامكانيات في الوقت الحالي. ما نحطش لنفسنا كلمات سلبيه تبعدنا عن الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني في ناس تقعد تقول لي طب انا هجيب منين؟ طب انا يعني نو واي، ده الموضوع شبه مستحيل، ازاي هقدر اوصل للكلام ده؟ انا معيش فلوس، انا ما معيش امكانيات. ما تحطش لنفسك الحاجه اللي تخليك تبعد عن حلمك. يبقى رقم واحد يقين، رقم اتنين الايماجينيشن الفيجواليزيشن، ان انت تتخيل الموضوع كانه حقيقه، تتخيل ان انت عايش في الحاضر، تتخيل ان انت مثلا راكب العربيه وبتعدي على مراتك في الشغل وخدتها وبعد كده واخده كلته في حته. الناس الاغنياء دي كلها او الناس الاثرياء دول كلهم كان في يوم من الايام عباره عن ولا حاجه، يعني زي يعني كان اقل منك بكتير جدا. تامر حسني من اسبوع كده نزل صوره مع شاب بيشتغل جرسون في مطعم، قال له مش عارفه انا مش عايزك تتضايق وانا مبسوط ونفسي اشوفك بعد كده مدير الاوتيل اللي انا مدير الاوتيل اللي انا كنت بغني فيه. قال له انا في يوم من الايام كنت بشتغل ويتر او بشتغل جرسون، بس مش في اوتيل كبير كده، لا ده كان في مطعم قليل وصغير جدا جدا جدا. فبالتالي كل محمد رمضان اتفرجوا على جيم كاري، كل الناس الثقيله اللي احنا بنتفرج عليها دولت هم كمان كانوا في يوم من الايام عمرهم ما يحلموا ان هم يكونوا عايشين في المستوى ده، بس كانوا بيفضلوا يحلموا بيتخيلوا بيفكروا ان هم في يوم من الايام هيعرفوا يوصلوا اللي هم عايزينه. يبقى انت دايما تتخيل، دايما ما تشيلش، ما فيش حاجه اسمها في الدنيا عمر جدا، ما فيش حاجه اسمها مستحيل غير ان حد يكون توفى او ربنا يعني رحمه وان هو يرجع تاني في الحياه، غير كده كل حاجه في الدنيا ممكن تحصل، كل حاجه في الدنيا. يا جماعه اصل عمر بينام جنبي، احمد ربنا دايما، تشكر ربنا، ما تتعلقش بالحاجه، يعني خلاص انت تفكر فيها بعد كده ما تخليهاش بقى محور اهتمامك، انت عايش من اجل هذا، يعني لازم تفك تعلقك بالشيء. والحاجه الثانيه ان انت دايما تشكر تعلقك بالشيء،
الحاجه الثانيه ان انت دايما تشكر وتحمد ربنا على حالك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. وخير خير الناس الناس الشاكرين والحامدين دول اقرب الناس لربنا. دايما نحمد ربنا، دايما نستغفر، دايما ادعي ربنا كتير جدا، ادعي ربنا ان ربنا يحقق لك احلامك. الدعاء جزء كبير جدا جدا من قانون الجذب. قانون الجذب ما ينفعش اطلاقا من غير دعاء. يبقى انت اول حاجه تتخيل تتخيل تتخيل، ودايما عندك يقين ان انت هتقدر توصل، هتقدر توصل انت عايز. بصوا يا جماعه عمر عامل ازاي، شايفها يا عمر؟ انت مالك عامل كده ليه؟ تعبان يا جماعه، هو تعبان. خلي عندك يقين، خلي عندك ايجابيه. الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى قالك ولكن شكرتم لأزيدنكم. لما تعدي قدام براندات كبيره كده زي تامي بقى وماسيمو ماسيمو دوتي والحاجات دي، تخيلوا دايما ان انت داخل تشتري منها وبتشتري كل اللي انت عايزه. خلي عندك يقين وثقه ان انت في يوم من الايام هيبقى عندك الامكانيات الماديه ان انت تدخل على البراندات دي تشتري كل حاجه منها. اقسم بالله العظيم كل الناس اللي وصلت كانت بتتخيل، كانت بتحلم، كان عندهم يقين، عندهم يقين في قدراتهم. خلي عندك ثقه في نفسك ان انت تقدر تصنع المعجزات، ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها معجزه. محمد رمضان اللي هو دلوقتي، مش هو محمد رمضان انا بقى بقتنع ان هو بيعمل كل حاجه فيها، بس انا شايفه ان هو كان في الاول بيطلع كومبارس، كان بيطلع في دور عسكري في فيلم رامي الاعتصامي، طلع دور عسكري، انتوا متخيلين؟ بعد كده محمد رمضان بقى، شوفوا هو بقى فين وعنده ايه وحاجات كده. انتوا فكروا بايجابيه، انتوا خلوا عندكم يقين، خلوا عندكم احلام، ما تتقاسوش، ما تتخلوش عن احلامكم، احلموا، ما تدوش لنفسكم طاقه سلبيه. مش عايزه كلمه مستحيل، مش هقدر، مش هينفع. صوروا احلامكم، تخيلوها، عيشوها كانها حاضر، اشكروا ربنا كتير، خلوا عندكم ايمان بنفسكم، ايمان بقدراتكم، ايمان ان ربنا سبحانه وتعالى قادر يحقق لكم احلامكم. اطبعوا الصور اللي انتوا، صوره الفيلا اللي انتوا عايزينها، صوره الشقه اللي انتوا عايزينها، صوره العربيه اللي انتوا عايزينها، ان انتوا عندكم فلوس كتير في البنك. تخيلوا كل حاجه بايجابيه. شكرا، بحبكم جدا جدا، مع السلامه، باي باي. قولوا لي انتوا قدرتوا تعملوا، يعني اي حد. عمر اهو، عمر يلا عشان ماشيين. صاحي. طب يلا، بصوا كان نايم بيقول لي صاحي. قولوا لي يا جماعه مين قدر يحقق احلام كتير جدا في حياته وفلوس ومنصب عن طريق قانون الجذب؟ احكوا لي قصصكم. التمرين ده مهم جدا جدا وفعال جدا جدا، والله العظيم هتقدروا توصلوا اللي هم عايزينه. صدقوني وثقوا فيا، انا بحبكم وعايزه مصلحتكم. بليز لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، عشان اللايك بتاعك مهم جدا. ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده او الحلقه دي لاي حد انتم بتحبوه عايزينه يستفيد. بحبكم جدا جدا، بتمنى لكم السعاده والخير. ربنا يا رب يكرمنا كلنا ونقدر نحقق كلنا كل حاجه بنحلم بيها، ونقدر نوصل لكل حاجه احنا عايزينها. شكرا، اعملوا شير كتير 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 لكل الناس اللي انتم بتحبوهم عشان يسمعوا الفيديو ده. شكرا، باي، يلا.